مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أميرة سلطانة. ككل حلقة اليوم تكون معنا أميرة جديدة وطبعا غلوكينج جديد. إذا اليوم اختارينا أننا نجيو عند مصممة الأزياء إيمان سمير صاحبة ماركة كافتون لاكونتيس. يلا هم عين تعرفوا عليها. إيمان مرحبا بنا عندك وحتى أنت مرحبا بك عندنا في أميرة سلطانة. إذن بغينا نعرفوا المشاهدين شكون هي كافتون لاكونتيس. Donc مرحبا بكم عندي. Donc كافتون لاكونتيس هي une marque اللي كاين دابا كي اكزيست depuis 6 ans maintenant. Donc انا لا توش ديالي هي لو ميلانج ديال لي كولور لي ماتيير لي تيسو فلو بديت enfin quand je viens juste de commencer بديت des tenues اللي هما très légères très simples mais avec des découpes assez originales ou un petit peu de perlage de broderie. Iman, idan afin ala jadid dialk. Donc ana chouya mkhsalfa tariqa dieli par rapport aux autres stylistes, mais kankharrejch des collections zama d'un seul coup, walakin andi chaque semaine kan je poste sur internet, hachna je suis ma'roufa plus sur internet, sur les réseaux sociaux. Donc chaque semaine kankharrejch un à deux nouveaux modèles que je partage sur ma page. C'est quand je mets toute une collection et là je fais un shooting et je la poste un peu partout. إذن إيمان اليوم حنا سبب الزيارة ديالنا لك هي أننا معنا واحد الأميرة جديدة في هذه الحلقة وهي اللي غادي دير لو غلوكينغ ديال أميرة سلطانة واللي سميتها إكرام واللي غادي تلتحق بينا دابا. Bonsoir Ikam, mahba bik maana. Ou brina n'aafou l'mouchahidine, chnou sa dabli khalak tchaki maana fi Amirat Sultana. Alors, je voulais passer cette expérience, apparemment, hadi awel tchariba liya. Donc, liyoum a ghanjarib tassamim diel madame Iman Smirs, du Kafton la Comtesse. Ou je voulais passer hadi l'expérience, ou chaki fi l'émission Amirat Sultana, pour me sentir comme une princesse. N'tmenna ou le look final, et khalik tchati rask une princesse. Donc Iman, d'abord غادي ندوزو لسياج باش تختاري مع إكرام لي توني اللي غادي نسبوها ونتلاقاو من بعد. حنا اليوم في النهار الثاني هو اليوم الخاص بالصالون وجينا فيه لصالون الور ستوديو بوتي في الدار البيضاء وفيه غادي تهتم إكرام بالشعر ديالها والماكياج ولا كوافور اللي غادي يناسبوا لو لوك فينال. اذا اجيو نشوفوا إكرام فين وصلت في لي سوان ديالها. صباح الخير إكرام. روجي صباح الخير، مرحبا بك. الحمد لله، مرحبا بك معنا في برنامج أميرة سلطانة.
دابا خليناك مع إيكام باش تشوف الشعر ديالها وتشوف هي شنو محتاجه في الصباغه اللي غادي دير ليها. انا ايه لما تعاملت مع شعري اكرام لقيته شويه اللي هو مجهد كتير ففي الحاله دي انا كنت بدي اعمل لها تاي اند داي يعني اكتر فواتح بلوند اكتر ولكن الشعر ما راح يستحمل كتير فانا راح اعمل لها اليوم على ساندري شويه على اساس يتحمل نوعيه شعرها ونغير النيو لوك ونخليه شويه على رماديات وما راح نصيب البيز راح نتركه زي ما هو. إذن روجي دابا غنخليوك تكمل الخدمة ديالك ونرجعو نتلاقاو بك من بعد باش نشوفو النتيجة اللي غادي تكون في النهاية. يلاه بسلام عليكم. ماندو كي داير لاباس عليك؟ لاباس صافا الحمد لله. اذا دابا من بعد مرحله ديال صباغه الشعر ديال الاكرام قولي لنا انت شنو كدير ليها دابا؟ دابا اهم حاجه بعد الصباغه اللاكوب عشان البنت ديالها كانت كتير تعبان ولازم اللاكوب ده عشان يحيي الشعرايه وعشان يبقى في نقاء والشعر الشكل الشعر يبقى صحي وهو حاجه مهمه اللاكوب في صباغه ما فيش صباغه حاجه كتير كتير مهمه للشعر وبنصح بها كتير لجميع الناس اللاكوب وباستمرار يعني كل شحال الواحد خصو يقطع شعره كل 3 اشهر مره بمعدل 4 مرات في العام لان هو ده الكلام الصحي للشعر ما يقدرش مره وصافي ويسيب الشعر ويقصف يقصف ويزيد يزيد يزيد لحد ما يجي يضطر مره واحده يكون شعره مثلا تولد بزاف يقصه كاريه غصب عنه كمان فانا بنصح يعني باللاكوب لان اللاكوب كتير مهم للشعر المقصف واللي بيتساقط. اوكي ماندو دابا نخليك تكمل الخدمه ديالك. يلا سلام إكرام. من بعد مرحلة الشعر وصل وقت المكياج اللي به إكرام غادي تكمل مراحل الولوكينغ ديالها. خبيرة المكياج في صانو أليوغ حرصت أنها تدير مكياج كيعتمد على أن تان بارفي كيخلي البشرة تبان مشرقة وجميلة وأيضا ركزت على مكياج العيون اللي به غادي تبرز عيون إكرام. ما شاء الله كنشوف قدامي اميره بكل ما في الكلمه من معنى. اذا كنظن انك راضي على لوك فينال ديالك، شنو الاحساس ديالك من بعد ما وليتي اميره سلطانه ديال هذه الحلقه؟ كنشوف باللي كاين ان تري كرون شانجمون و توت ليكيب زعما ديال صالون كوافور الور فريمون تبارك الله عليهم و جو مي سون كوم اون برينسيس. اكرام شنو اكثر مرحله عجبتك من جميع هذه المراحل اللي دوزتي واللي حسيتي فيها بالاحساس ديال اميره؟ كاع المراحل عجبوني، مي اكثر مرحله اللي عجبتني اكثر هي بارتي دو ميك اب من تحت ليا التاج. جو مي سوي سونتي كوم اون برينسيس كتمل لو لوك دون فري برينسيس. اذا اللوك ديال اميره طبعا ما كيكتملش بلا اللباس التقليدي المغربي ديالنا اللي هي القفطان. شنو تبغي تقولي لمدام ايمان اللي هي كانت اول مرحله دزتي من عندها؟
Je tiens à remercier Kaftan, la comtesse de Madame Iman Smirs, et aussi Kanchkar à leur studio beauté pour son accueil. Ou Kamlin Kan vraiment fait Moussawa. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.